قصتي بدات ملي في واحد الصيف كنت خدام مع الوالد عنده واحد المحل تيبيع فيه خواتم وداكشي ديال الذهب. المهم خدامين مزيان الحمد لله، حتى لواحد النهار بقيت معطل انا والوالد في الحانوت حتى لديك 12 ديال الليل. يلا بغينا نسدو حتى تيدخلوا علينا زوج ديال الناس، واحد هاز موس والاخر لا. قالوا لي عطينا داكشي اللي في الفيترين وما غادي يوقع والو. شفت في الوالد مسكين حاط رزقه كامل، داكشي كامل اللي عنده في ديك الفيترينه. قلت لهم غنعطيكم شويه ديال الفلوس وسيروا حتى حنا راه مقاود علينا. وتعصب داك خونا اللي هاز الموس بحال بغى يصرفقني به. انا حركت يدي اليمنى بلا ما نحس شديت الموس، شديته من البلاصه الماضيه. خونا تيجر وانا ما طلقتش، وانا هو كيجر وانا كنجر والو ما طلقتش. واخا يدي عامره دم وانا نعطيه واحد مولاتي تصرفيقه باليد الاخرى بالكوشيه، عطيتو واحد مولاتي تصرفيقه وهو يطلق الموس وهرب. عشيرو شاف هادشي ويتبعو، لحت الموس ويتلاح لي الوالد على يدي، تحلات واحد الحله مقوده. سد بالزربه ومشينا لواحد السبيطار حدانا، دخلنا كنتسناو والو. السبيطار عامر وبنادم تيتسنى وتيبان لك شي واحد كيبان لك شي وحدين جاو من وراك وتيدخلوا. مرت انا قال لي الوالد يلا الكلينيك. قلت لي شنو هو مال هنايا؟ وانا نبدا تنغوت وولا الفاعلات وولا والسبيطارات ديال الاخرى صافي شعلت، ما تيبان لي الدم نازل من يدي ولا كلشي تيبرد فيا. وتحل واحد الباب دير واحد الغرفه حدانا، خرجت واحد الفرمليه غلايده. قلت لي من دير مو تتعرعر طلعت صراحة انا تزعزعت، شديت لها من شعرها وقلت لها شوفي يدي محلوله ومسطينه بورقيه غتخيطي ليا ولا لا؟ قالت لي وغير طلع غير طلع غادي نسبقوك انت الاول. دابا ولا كلشي تيزرب بنادم كاموني. دخلنا لواحد البيت وبدات تتخيط ليا، قالت لي غدير 21 غرزه بلا بنش حيت ما كاينش، وشدات البره وهي ناري تنحس بالضو في يديا. بديت تنغوت وهي تحل واحد تيتيزا الباب، تيتيزا قوده ولابسه لبسه ديال الاطباء عرفتها طبيبه. قلت لي اختي الله يرحم لك الوالدين تقدي يدي راه من الصباح وانا كنتسنى واد خيتي اتخيط ليا فيها بلا 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 بنش بحال انا يهودي. وهي تضحك واحد الضحكه زوينه، قالت لي تبعني تبعني. مشيت معاها لواحد الغرفه الوالد تيتسنى حدا الباب. قالت لي شنو وقع عليك حتى تضربتي؟ ورمضة طالق عليها كنت مع الوالد، خرجوا لنا واحد العصابه وانا مع مقود ضربوني بالسيف. بقات غير تضحك عرفاتني طالق عليها. المهم تتخيط لي بلا بنج وما حسيت بوالو، من عند الله بقيت تنشوف فيها. وخاتنا ما فيها لا قمشه لا حبوبه لا والو، وجهها بحال مرسوم. بقيت سارح في داكشي، يمكن حب من اول غرزه. حتى تقول لي صافي سالينا الله يشافيك. ضربت يدي في جيبي وجبت التليفون وعطيته لها، قلت لها قيدي لي نمرتك. قالت لي علاش؟ لا لا والو، باش الا وقعت شي حاجه وصافي. كتبات نمرتها درت لها في السميه حبيبه السبيطار. وخرجت عند الوالد، مشينا وصلنا للدار عاودنا للوالده داكشي كامل. المهم مسكينه بغاتني باش نسوي دير لي فيلم هندي الله يسمح لينا منه. خديت التليفون شديت الويفي دخلت الواتساب ويطلع لي نمرتها اونلاين خطنا. وانا ندخل الكوزينه في الاول ما زعمتش نهضر معاه، صيفط لها السلام ويطلع لي في ونقول اش ندير اش غندير باش خطنا الدويق. وانا ندخل مشيت جبت واحد البواطه ديال العطريه وانا ندير خلطت تحميره ودرتها مع الماء ولات بحال الدم وكبيتها على يدي فوق الفاصمه وصورتها وصيفطتها ليها وقلت ليها السلام انا الدري اللي خيطتي ليا راه يدي تتسير بالدم. قالت ليا ما يمكنش دازت 6 سوايع غيكون تجمع اللحم دابا. قلت ليها راه تنحس بيدي منفوخه نسيتي ليا شي حاجه لداخل يمكن. المهم بدات كضحك عرفاتني نطلعها عليها. قالت ليا مزيان وانا ريست دير القميع وانا نجاوبها. قلت لها ما امك ما راضياش تجاوبي شعلاتني
وتقول لي ماك علاش كتسب الاخرى. هي الصراحه قالت لي كلمه مقاوده على الاخرى باش نقولها. ما تيقت قريت داك الميساج شي 17 مره. واو طبيبه كتخسر الهضره بحالنا انت شاد. صراحه ما تيقت قلت لها وضفاك ما بيناش عليك تتخسر الهضره. قالت لي تحسب لك شي مكلمنا ورا كل شيء تيمشي غلط. مهم قلبنا ضحكينا داوين حتى لديك 3:30. قالت لي مهم ما نمشي الناس حتى الغدا ونكملوا. مهم صافي ختنا بانت لي طاحت. يمكن داني النعاس شاد التليفون الصباح فقت معطل وانا لقى مصيفط لي ميساج فيه صباح الخير. قلت لها صباح النور صافي شنو تتعاودي. قالت لي تندوي معاك من الخدمه. صافي ختنا ملي تدوي معايا من الخدمه يعني تتحس بشي حاجه من جهتي ولا تنعجبها. وانا نقول لها ممكن نتلاقاو قلت لها في البلاصه يعني تلاقيت معايا البارح اليوم. قالت لي ولكن انا تنخرج حتى ال 11 ديال الليل. قلت لها عادي حتى ال 11 ونص كاع ونجي عند نجي نهزك من قدام السبيطار. قالت لي صافي قطعات وانا نمشي عند الوالد. بست لي راسو وقلت لي الله يخليك لينا الوالد. قال لي غير قول اش باغي بلا سباغه. قلت لي ولدك انا خلي لي الطوموبيل في الليل. قال لي اش باغي جيتو الصارح. قلت لي غادي نتلاقى مع ديك الطبيبه اللي شفتي في السبيطار. قال لي صافي انا نوصلكم. تيضحك عليا ونقول ليه مالنا قاصرين. المهم ما بغاش يعطيني السوارت. قال لي يدك مضروبه ما تقدرش تسوق. قلت لي صافي بلاش غنمشي غير على رجلينا. وخرجت مشيت عند واحد عشيري عنده واحد الموتور عنده تي ماكس. طلبته عرفني محتاجه. قلت لي راه بغيت كذا وكذا وكذا. قال لي مرحبا. خديت الموتور مشيت للدار لبست ديك الحطه اللي معمرني لبسها محطوطه غير بحال هذه المناسبه. وبقيت حتى ديك العشرة وتولوت عاد خرجت. مشيت قدام السبيطار وبقيت تنتسنى فيها تنتسنى ما خرجت حتى ال 11 ونص. خرجت جات عندي ديريكت. قالت لي الحيوان سايق الموتور بيدك لي الله مخيطه واش بغيتي تعفن فاك باش خايبه تتعاشر مع طبيبه شي على مشكله. قالت لي نزل نوريك. نزلت منيتي وهي تحيه في الصاك. قالت لي شد انا تنتسنى شنو غدير. ويطلع فوق الموتور شدت القيدون. قالت لي طلع شنو كتسنى وضفاك تعرفي تسوقي. قالت لي طلع من الفهامه طرا طياره وسوق لك ماشي حيت انا بنت طبيبه تحقرني. ما لقيت ما نقول. صراحه طلعت وراها شديت الصاك قدامي وخشوها الحمد لله. مي بالليل ما كان حتى واحد ما شافنا حد. وشعر خنقني كيدخل ليا مني فيه في امي يا اخت تفوين على ديال امي انا اللي مرا ندافع معاها. قلت لها فين غنمشيو. قالت لي اللي بغيتي انت هو الراجل. قلت لها سمحي لي خليتي شي راجل. بدات تضحك ووقفت حدا واحد الكورنيش في الطماريس. نزلنا الدنيا الكار تنسمعوا غير البحر. عطيتها الساكا وبدينا تنتمشاو تما والغابه قريبه والليل من الكار. بدات خدنا تتعاود لي على راسها بلي هي من عائله فيها ست الخوت وهي اللي بنت وسطهم. هادشي علاش تربات بحالهم مرجله شويه. واخا هكاك خدنا علام بقينا داوين وتنتسنى غير تسكت باش نقول لها عجبتيني وكذا. والو ما سكتاتش. وقفنا عند الرمله حدا البحر وانا نقول لها بغيت نقول لك شي حاجه. قالت لي عارفه. لا شنو كيفاش عارفه. قالت لي عجبتك بغيتي تولي بيناتنا شي حاجه وكذا. قلت لها لا بغيت نقول لك ممكن تعطيني السوار ديال الموتور حيت غيطيحو من جيبك وانا غير مسلفو ولكن عجبني التفكير ديالك. بدات تضحك بالجد. قلت لي حيوان تتعاير بزاف ادول المشكل اللي ما عجبنيش فيها فالمعيور بزاف. قلت لها بصح عجبتيني وما بغيتش نزرب ونقول لك شي حاجه وتندمي. قالت لي حتى انت في الشكل وتلقى معاك راحتي. المهم تعنبت عليها مزيان حتى وافقات. يلا بغيت نعنقها وندير شي نهايه سعيده. هما وقفوا علينا واحد الجوج كيف شفتهم عرفتهم هما دوك الجوج اللي كانوا دخلوا عليا انا والوالد في المحل.